مشروع رأس الحكمة والفلوس الأجنبي اللي بتدخل والاستثمار الأجنبي اللي بيدخل من بره، هل شايف إن إحنا ماشيين على خطوات ثابتة؟ يعني في كذا حاجة إيجابية بتحصل، مشروع رأس الحكمة، الاستثمارات الأجنبية، زيارة الرئيس للصين والتعاقدات اللي بتحصل، التعاون الصيني اللي هيكون موجود، هل شايف إن إحنا بنطلع بنتقدم في أمل، الدنيا حلوة هتبقى أحلى؟ بالتأكيد في أمل، بالتأكيد في البلد دي الدنيا كانت حلوة ولا زالت حلوة وهتفضل حلوة وتبقى أحلى لو إحنا عايزينها تبقى أحلى، مش نبقى في الوضع اللي إحنا موجودين فيه. رأس الحكمة اتكلمنا كتير فيها إن هو من أحسن الصفقات العقارية اللي الحكومة المصرية مضتها. تاني، من أحسن الصفقات العقارية اللي الحكومة مضتها. مع إن إعلام خارجي بيحاول يشوه الصفقة دي وبيحاول يطلع المنظر مش لطيف بأي شكل وبيحاول يهد في معنويات الناس بخصوص الصفقة دي. أنا لا مش عارفة ليه. بص يا فندم، لو اتكلمنا على سعر بيع المتر في الصفقة ديت هو سعر بيع عبقري. في حد يقدر يبيع متر في الصحراء ب 140 دولار؟ ما هو اللي حصل ايه؟ انت يا فندم عندك 35 مليار دولار، 11 مليار اتحولوا لجنيه مصري، والصفقه نفسها الارض نفسها ب 24 مليار. ال 24 مليار دولت 170 مليون متر. اوكي. اقسمي ال 24 مليار على 170 مليون متر يطلع لك يا فندم ان هو ثمن الارض البيع تقريبا 140 142 دولار، سعر بيع متر الارض في الصحراء. لو ضربت ال 142 دولار دولت ضربتيهم في سعر الصرف سي ان هو 50، فانت بايع على المتر ب 70,000 جنيه. تمام. طيب يعني شايف انها صفقة عبقرية. عقارية. عقارية عبقرية. عقارية. ايوه. لكن ما هياش الصفقة اللي هي بتاعت السستينبل جروث. ما هياش الصفقة بتاعت اتس وان تايم هيت. اتس وان تايم هيت. هي عملية ليه وان تايم هيت ليه؟ لأن أنا هي أربعة. هي الأرض دي مش هتشغل ناس. لما تشغل بقى الأرض. ناس. طيب ما هي عجلة وهتلف هتدور. ما هو بص يا فندم، بص يا فندم. المفروض الصفقة ديت يتم معاها إيه؟ أنا بقول خلي بالك يوم اعلان الصفقه الجانب المصري اعلن عن ان الجانب الاماراتي هيجذب او هيضخ الجانب المصري الجانب الاماراتي هيضخ 170 مليار دولار فيه وما اتقالش على فتره زمنيه قد ايه ومفيش حاجه اسمها كده. الجانب الاماراتي طلع في نفس اليوم وقال ان هو وعد بجذب 170 مليار. الالتزام بضخ غير الوعد بجذب. منطقة رمادية تماما، وعد بجذب التزام بضخ. فين الجداول الزمنية بتاعت الكلام دوت؟ فين الدراسات اللي بتقول حجم التنفيذ هيكون ايه وامتى وازاي؟ بص يا فندم، انا اديت لك حتة ارض علشان تعملها، واديت لك احسن برايم لوكيشن موجود على البحر الابيض المتوسط. احسن لوكيشن موقع جغرافي موجود على البحر المتوسط. تمام. علشان ايه؟ مش علشان تسقعه، مش علشان نكرر تجربة مرسى علم. مرسى علم حضرتك شايف انه ايه يعني الامارات هتاخدها وتسقعها؟ ما تجربه مرسى علم ايه اللي حصل فيها يا فندم؟ ما الجانب الكويتي دخل في يوم من الايام اشترى المنطقه بتاعت مرسى علم، تمام؟ مجموعه الخرافي، لو الاسامي من الاسامي موجوده، مجموعه الخرافي من الكويت جت واشترت مرسى علم، اشترت فيها ملايين الامتار على 5 دولار للمتر اللي تم التنفيذ منه، لم يتم التنفيذ اكتر من 10 او 20% من المشروع. في نفس الوقت كان في الوقت اللي بيتم فيه مرسى علم كانت الجونه بيتم انشائها. فين الجونه؟ فين مرسى علم؟ لا الجونه دلوقتي في حته تانية. الجونه في حته تانية خالص. تانية الدنيا بقت الجونه بقت اقتصاد. طبعا اقتصاد قائم. طبعا دلوقتي. طب مرسى طبعا. علم طبعا في مدينه كامله متكامله الجونه، في مجموعه فنادق، في مجموعه ريزورتس، في كذا في كذا، في مستشفى، في مدارس، في كل على حاجه على مرسى علم. في تم، لكن بحجم الاستثمار اللي احنا كنا مستنيينه لا. اللي خلى الدوله ان هي تضغط على المستثمرين دولت، انا ما اديتلكش الارض عشان تسقعها. حاجه من اتنين، يا تبني يا اسحبها منك يا تستبدل. ايوه. تاني، يا تبني يا اسحبها منك يا تستبدل. وفي منهم اللي هو بيستبدل قطع الاراضي بتاعته اللي موجوده في مرسى علم وراس غالب بقطع اراضي في التسعين وفي التجمع الخامس، بيستبدلها على سعر كام يا فندم؟ على سعر 14، على سعر 20 دولار للمتر. اللي هو كان واخده بخمسة هيدفع 15 ويدي لك ارض في المكان دوت. يعني لو جينا قلنا راس الحكمه 140 او 142 الاستبدال 20، فانا عامل فرق كبير جدا. اللي انا بقوله ايه؟ المفروض راس الحكمه
تكون على جداول زمنية في التنفيذ، محددة ومعروفة، التزام في التنفيذ، لأن أنا مستني منك دخل، أنا مستني منك ضرائب، أنا مستني منك رسوم، أنا مستني منك إن أنت لما هتعمل الديستنيشن دوت أو المدينة ديت، الطرق اللي أنا عملتها لك عشان أوصل لك العميل بتاعي، الناس اللي هتمشي عليها تدفع لي التولز، هتدفع لي الرسوم بتاعت المرور، الرسوم بتاعت المرور هقدر اعمل بيها صيانه الطريق اللي انا دفعت فيه مليارات كتيره جدا من دم الشعب دوت، واستحمل علشان اقدر ابيع حته الارض عشان اعمل اقتصاد. تيجي انت تاخد مني الارض وتسقعها لي من غضون اي جداول زمنيه لعمليه التنفيذ وعمليه دخول ايرادات الدوله؟ لا. هنتابع هنشوف ده هيحصل ولا لا، ولكن اعتقد ان هم لا ناويين يبنوا مدينه كامله متكامله، والمفروض ان راس الحكمه دي هتتحول لحاجه تانية خالص. الحاجه بقى اللي هي دلوقتي بتثير القلق بالنسبه لي انا، الاعلان عن الشاليهات والفيلا اللي هي هتتباع في المنتجعات اللي بتحصل في راس الحكمه. نفس النموذج العقاري اللي موجود اللي هو الاوف لاند سيل، ان انا ببيع على الخريطه، وببيع على الخريطه بتمويل من البنوك. ايه اللي حصل؟ احنا رجعنا تاني ان هو بقى عندي دلوقتي كمان ديستنيشن جديد بيستنزف فلوس البنوك اللي هي مدخرات المصريين اللي هي المفروض تخش اللي هم دايما بيحبوا ان هم يشتروا بدل ما الفلوس تبقى محطوطه في البنك، اللي هو المفروض ان هي تخش في الصناعه وتخش في الزراعه، هتخش في شراء المباني، هتخش في شراء مباني، وشراء المباني ديت احتياجي ليها. لا حضرتك عايز تعمل منتجعات، فنادق، اوتيلات، وأعمل ان الموضوع الموضوع يفضل ماشي ماشي وأعمل وأعمل. صناعه وزراعه ده شيء اساسي في اي دوله. بالزبط. انتاج لازم يكون في انتاج والعجله تدور. انا لما اجي اقول ان انا هوطن في راس الحكمه مثلا 2 مليون او مليون، المليون دولت محتاجين اكل، ازرعوا، يبقى انت تعمل لي مجموعه المزارع توفي احتياجاتهم، ما تنزلش تاخد من الاسواق احتياجاتهم عشان ما تعليش الاسعار، عشان ما تعليش الاسعار هنا. الديت محتاجه فرنتشر، محتاجه اساس، محتاجه ابلاينسز، محتاجه كذا 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 كذا، يبقى انا محتاج منك ان انت تنمي لي الصناعات التكميليه اللي هي مرتبطه بيك، لكن ما جيش يا فندم الاقيك بتستورد لي كل حاجه واي حاجه علشان مشروعاتك في راس الحكمه، فترجع تضغط لي تاني على الدولار بدرجه اكبر، يبقى اللي انا خدته منك 24 مليار بلاقي نفسي بستورد باكتر او باقل فيه منه في السنه. يعني انا دايما بحب ابقى متفائله، وانا متفائله، انا بحب ابقى متفائله لانه في مجهود بيحصل، اكيد في مجهود بيحصل على الارض كبير جدا، ويبقى جاحد يا فندم اللي ينكر المجهود دوت. بس احنا بنتمنى ايه؟ زي ما بتتبني لابنك وبنتك الاحسن، احنا بنتمنى دولتنا الاحسن. دايما اي اقتصادي يا فندم مش هيبص على ويقول الله، اي اقتصادي هيبص، اي استشاري هيبص ويقول لك كان ممكن تبقى احسن. حلو قوي اللي موجود ده، بس كان ممكن، كان تبقى، ممكن أحسن. تبقى احسن. حلو قوي اللي انت بتقول لي عليه دوت، بس اشوفه مكتوب. ايوه. حلو قوي الوعود اللي انا بسمعها ديت، بس اشوفها متنفذه. ده اي اقتصادي اي استشاري بيشوفها كده، لكن ما نقدرش ان احنا نبقى، طيب. حياتنا بتتخطط على فيربلز،